يبدو أن مشاكل ومعاناة هذه المدينة لن تنتهي، فالكهرباء شبه معدومة، ومادة النفط الأبيض هي الأخرى تجسد معاناة أهالي الموصل مع كل فصل شتاء، رغم المطالبات المستمرة بزيادة الكمية المخصصة كونها لا تكفي لشهر واحد، إضافة إلى تناقض السعر مع الأسعار التي حددتها دائرة المنتوجات النفطية بحسب رأيهم. السعر يختلف في التسجيل في الوكالة والدفع أثناء أخذ الكمية المقدرة 50 أو 100 لتر. المقدرة 100 لتر السعر 15,000، لكن عند الدفع 20 و 23,000، فهناك فرق 7,000 أو 8,000. السبب في ذلك ما نعرف. إحنا يجب أن تكون هناك رقابة على بطاقة الغاز في مدينة الموصل. أما نوعية الوقود المقدمة من قبل دائرة المنتوجات النفطية فحدث ولا حرج، روائح تثير الغرابة واحتراق جزئي، ما يعني أن عليك أن تجلس لتراقب المدفأة خوفا من كارثة قد تحدث بسبب رداءة المنتج. كل هذه المعاناة تحدث لبلد يعد من أوائل دول العالم في إنتاج النفط ومشتقاته بحسب مواطنين. احنا بالنسبة لوزارة النفط اللي خصصت كل عائلة 100 لتر من النفط الأبيض، اولا رداءة النفط اللي عيصلنا يعني بيه دخان وبيه غاز، وتعرف احنا عندنا اطفال يعني بالبيوت. اثنين احنا بلد نفطي، يعني والله العظيم يعني مأساة هذه، يعني بلد نفطي والعوائل المتعففة والفقيرة، واحنا طلعنا من حرب، يعني المفروض الحكومة توفر لنا كل شيء بالنسبة للعوائل الفقيرة بالذات. دائرة المنتوجات النفطية وعلى لسان مديرها اكد ان دائرته مرتبطة بتعليمات وزارة النفط، هذا الأمر جعل الحصة المخصصة متذبذبة ما بين 100 لتر ومن ثم تخفيضها إلى 50 لتر، إضافة إلى رفع حصة النازحين في المخيمات إلى 200 لتر. الحصة الأولى كانت 100 لتر، الحصة الثانية 50، اليوم أطلقنا الحصة الثالثة هي 100 لتر بواقع وبسعر 15,000، كذلك إطلاق 200 لتر للعوائل القانطة في المخيمات، مخيمات في شمال العراق ومخيمات جنوب الموصل بواقع 200 لتر مجانا، يتم دفعها قيامها من قبل وزارة الهجرة وبالتعاون مع شركة توزيع الوتات النفطية. في كل عام تنطلق الوعود بانفراج أزمة المادة النفطية، لكن دون تنفيذ على أرض الواقع، فمتى سيصدق أصحاب القرار بوعودهم؟ من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.